نتحول إلى الكنيسة ومراسلنا مروان عثامنة. مروان أهلا بك. إذن كانت هناك مشاورات بين الأحزاب لا سيما اليمينية من أجل تشكيل الحكومة، ما الجديد فيما يتعلق بذلك؟ بالفعل كان هنا رئيس الحكومة وعقد لقاء آخر أو اجتماع آخر لكتلة اليمين التي تضم الأحزاب المتدينة والأحزاب المنضوية تحت كتلة اليمين. نتنياهو يريد من هذا الاجتماع مرة أخرى تحصين موقفه وتأكيد على وحدة الحال بينه وبين باقي الأحزاب الشريكة وعدم الخضوع أو عدم إجراء أي مشاورات من أي نوع أو اتصال مع الطرف الآخر، على ضوء النتائج الغير نهائية للانتخابات، لكنها التي أفرزت بطبيعة الحال عدم مرور أو عدم تخطي كتلة اليمين 58 مقعدا. بالتالي هنالك تخوف من نتنياهو، يحاول تخبئة هذا التخوف من خلال تحصين موقفه والمشاورات التي يعقدها تباعا والتي سوف نراها حتى إظهار أو إعلان النتيجة. متى سيكون إعلان النتائج الرسمية لهذه الانتخابات مروان؟ النتائج الرسمية بحسب القانون الإسرائيلي سوف تخرج أو سوف يسلمها رئيس لجنة اللجنة المركزية للانتخابات القاضي يوعز هندل لرئيس الدولة الأسبوع القادم، أسبوع بعد الانتخابات سوف نشهد هذا الموضوع. لكن في المقابل العودة للكنيسة، كان هنالك أيضا التخوف من رئيس من نتنياهو، يتخوف أكثر من موضوع أو من التصريحات التي خرجت عن كحول لافان أو أزرق أبيض ونيتهم تشريع قانون سريع لمنع نتنياهو من تولي الحكم نظرا لاتهامه لملفات الفساد التي تنتابه والتي مروان يعني كان في الأمس أيضا التماس من بعض المؤسسات الحقوقية، واليوم كحول لافان يخرج ويقول ويطالب بنفس السيناريو، لكن هل هذا يبقى واردا، احتمالا واردا؟ بطبيعة الحال هنالك محاولات من هذا القانون، لكن المستشار القضائي للكنيسة كان قد أشار أو أعلن أنه لا يمكن سن أي قانون في داخل الكنيسة في هذه الفترة قبل التئام الكنيسة الجديد وأداء اليمين الدستورية للكنيسة 23. بطبيعة الحال كان هنالك التماس من الحركة من أجل لجودة الحكم التي طالبت المحكمة العليا بإصدار قرار يمنع بموجبه رئيس الدولة تكليف نتنياهو بتشكيل الحكومة حتى لو حصل على عدد أكبر عدد من المؤيدين لترشيح، نظرا للائحة الاتهام أو لوائح الاتهام التي تنتظره وبدء محاكمته بشكل فعلي. لكن في المقابل هنالك مناورات ومشاورات تجري وكأننا أمام لعبة شطرنج حقيقة التي يلعبها رئيس الحكومة مقابل كتلة اليسار والوسط التي يحاول من خلالها فرض رأيه وتجنيد القانون الإسرائيلي بحيث يخدمه، كما كانت محاولات من قبل عدد من أعضاء الليكود لسن قوانين مستعجلة هنا في الكنيسة من أجل ضم أي شخص قد ينسحب من كتلة كحول لافان وقد ينضم أو ضم أورلي ليفي، كما سرت الشائعات أو المعلومات التي سرت بإمكانية ضمها وبالتالي الوصول للعدد السحري الرقم السحري الواحد 61 مقعد. بالتالي لكن هذه كلها تظل مناورات وخطى التي يلعب بها نتنياهو كلاعب شطرنج محترف بغية الوصول للرقم الذهبي وهو 61 مقعد. سوف ننتظر ونرى ما ستفرز الأيام القادمة. مراسلنا مروان عثمنة كنت معنا من الكنيسة من مدينة القدس، شكرا جزيلا لك.